السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك. النهاردة هنعمل إثباتين سحب لموقعين شبه موقع بيمونت، وهما نفس الشغل، الموقع اللي قدامكم ده حضراتكم ده والموقع ده. ان شاء الله احنا قلنا موقع بيمونت بيشتغل، بتحط المبلغ بتسحبه على مرة، يعني ايه تسحبه قد مرتين، يعني لو حطيت 10 روبل بسحب 20، بحط 100 روبل بسحب 200، وبعد كده بيوقف السحب لما تستثمر تاني. هي دي طريقة الشغل على الثلاث مواقع دول، لما بتحط المبلغ بتسحبه مرتين وبعد كده في الشغل. ما تقولش الموقع نصاب، لا لازم تستثمر تاني عشان تسحب اللي بعد كده. دي طريقة الشغل في الثلاث مواقع. احنا عرفنا موقع بيمونت انا وصلت فيه دلوقتي 850 استثمار، وسحبت منه يمكن 1000 وشوية. هنوريك الاول، هنخش على الموقع سهل جدا بمحفظة البئير، بنحط رابط المحفظة وبنعمل دخول. هو ده كل التسجيل في الموقع، هي دي طريقته، سهلة جدا. زي ما انتوا شايفين استثمرت 10 روبل وصلت 8 روبل 81 سنت، ولسه هاخد المكافأة كده وهدخل تاني اجمع كده. الجمع بينزل تحت زي ما انتوا شايفين كده، دخلت على 9 روبل اهو. طب انا كده سحبت الاستثمار بتاعي في شهر روبل واحد، وهخش بقى بعد كده في الجديد، ممكن اجدد استثماري لو انا عايز. هنترجم باللغة العربية، لما تيجي تستثمر في الموقع بتخش من هنا كده. انا استثمرت 10 روبل اهو، كان الموقع ده لسه جديد، بحط المبلغ وبعمل مع لما يصل الي بيحولني على بنك البير، بسحب اللي انا عايزه، بوضع اللي انا عايزه، وفي هنا المكافأة كل يوم، وفي رابط الإحالة بتاعك اهو، والدفع من هنا. هنخش نعمل الأول جمع، لازم تعمل جمع الأول، وبعد كده نخش على السحب مباشرة عشان يسحب لنا الموقع. هنفتح بنك البير، هنعمل دخول لبنك البير. زي ما انتوا شايفين كده دخلنا على بنك البير، عندي 1600 1556 روبل، وهعمل سحب طلب دفع اهو، عندي 8 روبل، هحط 8 روبل بس بلاش 9 روبل الا، وهعمل طلب دفع. زي ما انتوا شايفين السحب جه على نزل على طول اهو، تم على مباشرة اهو اهو، كان 56، هنعمل ريفرش 63، واخر 8 روبل اهو جم بعد عملت البير 1 سنت. هنيجي بقى على الموقع التاني، هنحط رقم المحفظة وهنعمل دخول. زي ما انتوا شايفين انا عندي 6 روبل و78 سنت، هخش اخد الاول مكافأة الاول. خدنا كده المكافأة، وهنرجع على الصفحة هنعمل جمع. جمعنا 6 روبل و90 سنت، هنسحب 6 روبل برضو، هنقوم داخلين على السحب الدفع، عارف فيه دخلنا كده على السحب، انا كنت ساحب منه قبل كده 4 روبل
95 سنت، هقول له 6 روبل وهعمل سحب. زي ما انتوا شايفين الـ6 روبل نزلت اهي، تم السحب. هنيجي على الموقع، تمام، الـ6 روبل اتسحبوا. هنخش على بنك البير، هنعمل ريفرش. انا عندي 63، 63 بقى 69، وادي اخر حاجة وصلت 5 روبل و64 سنت. وبكده يبقى الموقعين صادقين وشغالين، واللي عايز يشتغل عليهم يشتغل عليهم، وانا على طول هبقى متابعكم باثباتات السحب. وان شاء الله ما تنسوش تدعمونا باللايك لو عجبكم الفيديو، وتدعمونا اللي داخل جديد يا رب يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس ليصله كل اشعار بالفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وان كده كنت انتهينا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.